أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عناوين النشرة. مقترحا اجتماعا لوزراء التعاون الإسلامي، وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقر كني: العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة. بري أكد التمسك بال 1701 وعلى قاعدة التطبيق المتوازن. مقترح بايدن يبدو مقبولا، باقر كني يشكك. ميقاتي يتلقى دعوة من ملك الأردن والرئيس المصري والأمم المتحدة للمشاركة بمؤتمر يخص غزة في 11 حزيران. غارات على القطاعات الحدودية الجنوبية اللبنانية، والحرب مستمرة على غزة على رغم تعدد اقتراحات الحلول. عدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب. في الملف الأوكراني تهويل روسي بالنووي. إذن علي باقر كني يؤكد دعم إيران للاستقرار والأمن في لبنان. استهل وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقر كاني جولته إلى لبنان بزيارة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، الذي أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أنه تم التطرق إلى الوضع في الجنوب والحرب على غزة. تداولنا بشأن الوضع جنوبا، وأكدت على موقف لبنان الرافض للحرب كما أثبتت الأحداث منذ 27 الأول الماضي ولتاريخه، وقد شرحت لمعاليه التصور اللبناني لإيجاد حلول مستدامة تعيد الهدوء والاستقرار إلى جنوب لبنان من خلال سلة متكاملة تضمن التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن 1701، كما تطرقنا لوضع غزة والأفكار والمبادرات الأخيرة حول ضرورة وقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع وتبادل الأسرى. وكان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة والجرائم متواصلة بحق الفلسطينيين، مما يقوض الفرص السلام العادل والشامل في المنطقة. بدوره اعتبر الوزير باقر أن العلاقة الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة، وأن إيران لم توفر جهدا لتأمين رفاهية الشعب اللبناني. إن العلاقات الوثيقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية هي مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة. أكدنا واتفقنا على مبادرة تتمثل في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمقترح ومشترك يمكننا من اتخاذ خطوات أو خطوة جماعية حازمة في هذا الصدد. بعدها زار باقر كاني عين التيني، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين. ومن عين التيني توجه الوزير باقر إلى السراي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور سفير إيران في لبنان مجتبى أماني والوفد الإيراني المرافق للوزير باقري ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الجنوب والمنطقة. المسؤول الإيراني شكك باقتراح بايدن وأطلق بإسهاب سلسلة مواقف مساء اليوم من السفارة الإيرانية، وجدد استعداد طهران لتزويد لبنان بالوقود للكهرباء وسواها. باقر كاني عقد مؤتمرا صحفيا في السفارة الإيرانية، شكر فيه لبنان حكومة ومجلسا وشعبا على تعزية إيران بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق، كما أعلن نقل تعازي الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لبنان والشعب اللبناني وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله بوفاة والدته. وردا على السؤال أعلن أن إيران والسعودية اتخذتا خطوات فاعلة لبناء تعاون شامل بين البلدين وفي اتجاه استقرار المنطقة. علي باقر كاني كرر الدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتمادي لاسيما في غزة،
وعن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عمان قبل وفاة الرئيس رئيسي، أكد أن طهران في السياق تريد التشديد على مواقفها وحقوقها المحقة على الطاولة. بالنسبة إلى أحوال أهل جنوب لبنان، أجاب: أنتم تعرفون أن ما نشهده من وحدة الساحات بالمقاومة هو بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة، وأن وقف ما يحصل وانسحاب الإسرائيليين من غزة سوف يكون لوحدة ساحات المقاومة موقف، كما أن الموقف الثابت والدائم والتاريخ لإيران هو دعم ثالوث الجيش والشعب والمقاومة. وعن مسألة تطبيع بعض الدول، رأى باقري كني أن على الكيان والولايات المتحدة العمل الآن لاستدراك الراغبين من الدول في قطع العلاقات مع النظام الإسرائيلي المجرم. وإذا كانت لدى الكيان الإسرائيلي وداعميه الغربيين خاصة الولايات المتحدة قدرة لفعل شيء، يجب عليهم أن يسخروها من أجل الحيلولة دون قطع الدول علاقاتها الحالية القائمة مع هذا الكيان. وإذا كان الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة قادران على فعل شيء، فيجب أن يقوم بالتصدي لقرارات المحاكم الدولية ضد الكيان الإسرائيلي والتي تتهمه بارتكاب الإبادة الجماعية، وكذلك الطلبات التي صدرت عن هذه المحاكم بشأن إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الكيان الإسرائيلي ومن ضمنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي. لا يملك الصهاينة اليوم أي شرعية لدى أي من شعوب ودول العالم، وأصبح العالم اليوم يعرف الكيان الإسرائيلي بأنه كيان قاتل للأطفال. لذلك فإنما يروج له اليوم بشأن التطبيع بين الكيان الإسرائيلي وعدد من دول المنطقة ليس سوى خطة فاشلة من الكيان الإسرائيلي وداعميه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة للتعويض عن الخسائر التي مني بها هذا الكيان في الميدان، وكذلك فشل داعميه في حمايته أمام المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني في غزة. أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو مقبولا ويمكن البناء عليه وأن تكون هناك مجموعة ملاحظات عليه، وبمجرد أن تتحقق التهدئة في قطاع غزة فهي ستسري تلقائيا على الجبهة الجنوبية، وفي اليوم التالي سيكون الموفد الأمريكي عاموس هوكستين هنا لاستكمال التفاوض حول مستقبل الوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة. وشدد في حديث صحفي على التمسك بالقرار 1701 كناظم وحيد لليوم التالي بعد الحرب على الجبهة اللبنانية، موضحا أن هذا القرار صنع هنا في مكتبي ونحن متمسكون به على قاعدة التطبيق المتوازن له. أما على مستوى الملف الرئاسي فقد ركز بري على أنه كان مرنا ومتجاوبا مع مسعى اللجنة الخماسية، موضحا أنهم تمنوا علي استبدال الحوار بالتشاور فلم أمانع. ميدانيا في الجنوب الوضع على حال من السخونة، غارات على كل قطاعات الحدود وانتهاكات عدوانية لأجواء صيدا. العدوان الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلة بعدد من قذائف الهاون، كما انطلقت من مستوطنة المطلة قذيفة مدفعية في اتجاه الخيام ما أسفر عن إشعال حريق في السهل. وظهر اليوم استهدفت مسيرة معادية سيارة على الطريق بين بلدة الخرايب وزرارية كوثرية الرز بأربعة صواريخ ما أسفر عن شهيد، غارة أخرى على الناقورة أسفرت عن شهيد وجريح. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية عيط الشعب وسجلت غارات على مرتفعات جبل الريحان الذي يبعد أكثر من 50 كيلومترا من الحدود الجنوبية، وجبل أبو راشد في خراج بلدة ميدون المؤدية إلى البقاع الغربي. الانتهاك العدواني الإسرائيلي بلغ صيدا حيث اخترق طيرانه جدار الصوت على علو منخفض في أجواء المدينة مرتين. في المقابل استهدفت المقاومة الإسلامية آلية عسكرية لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر
الجزائر ودمرتها. كذلك أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود العدو في خلة وردي والتجهيزات التجسسية في موقع الملكية. وبعد الظهر نفذت المقاومة الإسلامية هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل نحال جيرشون شرق ديشون وعلى أماكن تموضع ضباطه وجنوده، وأصابت أهدافها بدقة ما أدى إلى قتل وجرح من العسكر واندلاع حريق كبير في المقر. المقاومة الإسلامية زفت مساء الشهيد حسين أحمد ناصر الدين سراج مواليد 1980 من بلدة العباسية الجنوبية. في مقر وزارة الخارجية التقى الوزير عبد الله أبو حبيب المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينس بلاسخارت، التي أشارت في بيان إلى أن التطورات عبر الخط الأزرق تثير القلق بشكل خاص، كما ناقشت وجوب عودة الأفرقاء إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة التزام القرار 1701. وبحثت بلاسخارت مع أبو حبيب في الجمود السياسي الطويل الأمد في لبنان والحاجة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدة التزامها الثابت والتزام الأمم المتحدة المستمر دعم لبنان وشعبه. وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة تضامنا مع المستشفيات والطواقم الطبية والصحية في الجنوب. تضامنا مع المستشفيات والطواقم الطبية والصحية في الجنوب، وشجبا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها الاعتداء على مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة العامة في بئر حسم بدعوة من الوزارة ونقابة المستشفيات. نحن يمكن بلبنان مثل ما قال الدكتور عبد الله يمكن في كتير نظريات بالسياسة، بس بالنسبة لنا كلبنانيين القطاع الصحي في لبنان خط أحمر بالنسبة للبنانيين كلهم، من أطباء من ممرضين من كل العاملين في المستشفيات. نحن بوضع المادة اللي عايشين فيه هلأ كتير قوي علينا، ونحن وضعنا تعيس ماديا، لكن بالنسبة لنا القطاع الصحي كل مرة بكل الأزمات عم بفرجي وقفة بطولية للعدو لبرا، انه نحن مهما عملت فينا ومهما تحاول توقعنا نحن لو وقعنا نرجع شعب عظيم ومقاوم. واي اعتداء على مستشفى او صرح طبي على اي بلدة، كل شهيد هو شهيد كل لبنان. هذا هو موقف لجنة الصحة النيابية، هذا هو موقف الوطني العام الذي يجب ان يوحدنا اليوم في ظل هذا الاستشراس الإسرائيلي والعدوان المستمر على أهلنا في فلسطين وعلى جنوب لبنان ولا كل لبنان. ولا أعتقد أن أي تمايز داخلي، أي خلاف، أي ربما تعدد وجهات النظر يمنع أحد ولن يمنع أحد أن نكون جميعا نقوم بواجبنا تجاه وطننا، تجاه أهل الجنوب، تجاه مستشفيات الجنوب وأطباء الجنوب. إن الاستنكار وهو أمر طبيعي للتحرك في هذا الاتجاه ما عندنا وقت كتير، لأن الاعتداءات يمكن أن تتكرر في أي لحظة في أي يوم في أي ساعة، سيما على مستشفيات الجنوب والتي ستكون من نتائجها الفورية إخلاء الجنوب من سكانه. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً بعيد منتصف ليل الأحد الاثنين هجوماً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، مشيرة إلى أن العدوان أسفر عن عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية. وإلى فلسطين المحتلة، غارات إسرائيلية على رفح وبن غفير، إذا وافق نتنياهو على الصفقة فستتفكك الحكومة. في اليوم 41 ما بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على غزة، تعرضت مناطق عدة في القطاع لقصف دام، خاصة رفح جنوبا، وسط استمرار المعارك بين المقاومة والاحتلال الذي يؤكد تصميمه على استمرار الحرب رغم الدعوات لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
ميدانيا أعلنت وزارة الصحة في القطاع أنه وصل إلى المستشفيات 40 شهيدا و150 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب 36479 شهيدا، بالإضافة إلى 82777 مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين. في المقابل أعلنت حماس تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة شرق منطقة الشوكة في رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. جيش العدو الإسرائيلي أقر بإصابة 14 عسكرياً بمعارك قطاع غزة في الساعات 24 الماضية، كاشفاً في بيان أن 3703 ضباط وجنود أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1878 خلال العملية البرية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اعتبر بعد لقائه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعني إنهاء الحرب دون القضاء على حماس ودون تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي فمن الموافقة على الصفقة دون القضاء على حماس يعني تفكك الحكومة. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في 27 أول الماضي أحبطت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها. وزاد المرشد الإيراني بمناسبة ذكرى 35 لوفاة الإمام الخميني إن طوفان الأقصى حصل في اللحظة المناسبة وأن من نفذها أحبط المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد، وأضاف إن على الجميع ألا يعقدوا أمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واللافت أن الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا ردا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي أكدت فيه أن الشعب الفلسطيني هو أول المتأثرين بالحرب الإسرائيلية ويدفع ثمن استمرارها. في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس. رئيس الحكومة يتلقى دعوة من ملك الأردن والرئيس المصري والأمم المتحدة للمشاركة بمؤتمر يخص غزة. تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي سيستضيفه الأردن في 11 من شهر حزيران الحالي. وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات. وكان رئيس الحكومة استقبل سفيري مصر علاء موسى والأردن وليد الحديد وتسلم منهما الدعوة إلى المؤتمر. الرئيس ميقاتي التقى في حضور نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي وفدا من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هلا الشيخ روحو، وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة سمير الظاهر، وجرى عرض للعلاقات بين لبنان والمؤسسة. والتقى الرئيس ميقاتي سفير طاجكستان لدى لبنان زبيد الله زبايدوف، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من نقابة أطباء طرابلس برئاسة النقيب الدكتور محمد صافي، الذي طلب من الرئيس ميقاتي رعاية مؤتمر أطباء العرب الذي سيعقد في طرابلس ما بين 4 و 6 تموز المقبل. والتقى رئيس الحكومة النائب السابق عاصم عراجي الذي عرض لأوضاع خدماتية تهم منطقة زحل والبقاع لا سيما موضوع مستشفى بر الياس. في دار الفتوى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع النائب السابق عاصم عراجي في الأوضاع المحلية والتطورات في المنطقة، كما التقى الوزير السابق ميشيل فرعون الذي دعا للعودة إلى الثوابت وصولا إلى ما نسميه حياد لبنان والنأي بالنفس. عم نواجه هذه الفترة حقيقة خطر على لبنان على مؤسساته، وهذا يعني العودة إلى الثوابت وصولاً إلى ما نسميه حياد لبنان
ضمن الجامعة العربية، كما اليوم كثير من البلدان العربية عم بيطبقوا هذه الثوابت، هذا الحياد مع دعم القضية الفلسطينية، مع النائب النفس اللي هو بيقدر يخلص لبنان ويوصلنا إن شاء الله إلى انتخاب رئيس للجمهورية. استقبل الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في بعبدة في حضور رئيس الحزب النائب كميل شمعون، وكانت مناسبة للتطرق إلى الأوضاع السياسية وطرق البحث عن حلول الأزمات الراهنة انسجاما مع العلاقات التاريخية الودية والمشرفة التي ربطت لبنان بالمملكة السعودية منذ عهد الرئيس كميل نمر شمعون وفق بيان حزب الوطنيين الأحرار. فاصل فنواصل. وزير الإعلام دكتور زياد مكاري عرض في مكتبه في الوزارة مع رئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية فرانكو عبد القادر عميش شؤونا مشتركة لبنانية إيطالية، وأثنى عميش على دور الإعلام العام تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية في هذه المرحلة بالذات والتضحيات التي يبذلها في سبيل تجاوز الأزمة والحفاظ على صورة لبنان مشرقة في كل العالم. في دمشق اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع وزير الموارد المائية السوري حسين مخلوف، ويأتي هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية للجنة السورية اللبنانية المشتركة لمناقشة القضايا المائية الفنية، زيارته تستمر غدا. في العاصمة المصرية تسلم وزير الشؤون الاجتماعية دكتور هكتور الحجار من رئاسة اجتماعات لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للإسكوا خلفا لدولة الكويت في حضور ممثلين عن دول عربية الأعضاء للجنة. الاجتماعات تستكمل خلال يومين مقبلين ضمن المنتدى الخاص بموضوع المساواة في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة معظم منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى ذات الصلة. بدعوة من فوج إطفاء بيروت وجمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، وعمد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى حرق الإطارات أمام قصر العدل للمطالبة باستكمال التحقيقات ولتذكير القضاء بالقيام بمهماته في القضية. سلسلة النشاطات للجان النيابية، والنائبة غادة أيوب وجهت سؤالا إلى الحكومة حول تعويضات ذوي الشهداء. سلسلة نشاطات للجان النيابية، حيث عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس مشروع قانون رامي إلى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. وبعد الجلسة أكد النائب غسان حصباني عدم قبول أي مرسوم أو قانون محال من حكومة تصريف أعمال. كيف في مطروح اليوم على لجنة المال والموازنة اقتراح قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وإجراء إعادة تقييم استثنائية للمخزون. نحن كان عنا اعتراض واضح باللجنة أنه أي مرسوم أو قانون محال بمرسوم من الحكومة بالشكل لا يمكن أن نقبله بكون حاليا حكومة تصريف أعمال وليست في وضع يسمح لها أن تحيل المراسيم للتشريع في مجلس النواب. وكان على علمنا أيضا أن هناك اقتراح قانون مقدم من أحد الزملاء النواب لم يسلك طريقه إلى اللجنة بعد، وهو بانتظار بعض الملاحظات يلي يمكن ارتأت هيئة مجلس النواب أنه تحيله لبعض الملاحظات من الحكومة. كما عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة بحثت فيها موضوع إدارة الكوارث والطوارئ الصحية، حيث أكد رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله تداخل بعض اقتراحات القوانين المتعلقة بالكوارث الصحية مع بعضها البعض. ونتمنى على دكتور الرئيس بري أن يجمع كل هذه الاقتراحات والدراسات وتقدم إلى اللجان المشتركة لكي يكون هناك لجنة فرعية ربما متشابكة بين أكثر من لجنة، وليس فقط لجنة الصحة النيابية، ومن خلالها يعاد درس ما تم تقريره سابقا، إضافة له المستجدات اللي خاصة برزت بإدارة هذه الملفات إن كان بجائحة كورونا أو بعد انفجار المرفأ.
من جهة ثانية، وجهت النائبة غادة أيوب سؤالا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر رئاسة مجلس النواب حول مشروعية تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 تشرين 2023 دون تمييز بين مدني ومقاتل، وبالفعل قرار حرب لم تتخذه الحكومة اللبنانية بحسب أيوب. إذا الحكومة اللبنانية لم تعلن عن هذه الحرب ولم تتبنى هذه الحرب، فالسؤال الأول الذي يطرح: كيف لهذه الحكومة أن تقوم بالتعويض عن من قام بالإعلان عن هذه الحرب؟ وهون عنا الشقين اللي بدنا نحكي فيه. الحكومة اللبنانية اليوم ملزمة بالتعويض عن المدنيين الذين وقعوا تحت الاعتداءات الإسرائيلية، لكن من قام بإعلان هذه الحرب من مقاتلين ومسلحين ومناضلين موجودين على الأراضي اللبنانية تحت أي شعار؟ هيدول اليوم أعلنوا الحرب خلافاً للدستور، خلافاً لما تنص عليه المادة 65، ضاربين بعرض الحائط الدولة والميثاق والدساتير والقوانين. النائبة دكتورة حليمة قعقور خلال مؤتمر صحفي لحزب لنا حول إدارة ملف الهجرة واللجوء في لبنان والخطط اللازمة للعمل المستقبلي لفتت إلى وجوب التفاوض مع الدولة السورية لحل مشكلة النازحين. المادة 27 بتقول من يصنف أن يكون لاجئ، لأنه لما نعم يحكي معنا المجتمع الدولي وكأنه نحن ملزمين أن نبقي المليونين ونص في لبنان، مش مزبوط. نحن ما فينا نبقي هذا العدد الكبير من السوريين، نحن بس ملزمين بالقانون أن نبقي من يصنف لاجئ، لذا ضرورة التصنيف. وهو أكيد عددهم كتير صغير بالنسبة للعدد الكبير، بس ما حدا بيعرف الداتا طول ما في داتا بالدولة اللبنانية وما في إرادة فعلية لمعالجة هذا الملف. المادة 27 بتقول وزير الداخلية رئيساً بهيدي اللجنة، مدراء العدلية والخارجية والأمن العام أعضاء لتصنيف من هو لاجئ. إذن خلينا نطبق هذا القانون ليكون عنا نعرف من يطبق عليه مبدأ الحماية ومن لا يطبق عليه مبدأ الحماية. قنبلة القيصر أقوى قنبلة نووية بتاريخ البشرية. لوح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في منشور على تيليجرام بأن الصراع العسكري الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة، قائلا إن الحياة أفظع بكثير من تفكيرهم التافه. وكانت عدة دول غربية ومن بينها الولايات المتحدة أبدت مؤخرا موافقتها على استخدام القوات الأوكرانية لأسلحتها في ضرب مناطق داخل الأراضي الروسية، وعليه برزت إلى الواجهة قنبلة القيصر النووية، وهي أقوى قنبلة نووية تم صنعها وتفجيرها على الإطلاق في تاريخ البشرية. فقد تم اختبار قنبلة قيصر في 30 تشرين الأول من العام 1961 في موقع التجارب النووية سوخوينوز في جزيرة نوفايا زميليا روسيا، وتجاوزت قوة الانفجار 58 ميجاتون، كما تجاوز ارتفاع الانفجار 67 كيلومترا، وكان الضوء المنبعث من الانفجار مرئيا على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر، وفي قرية ديكسون على بعد 780 كيلومترا من مركز الانفجار تحطم زجاج نوافذ المنازل، ودارت موجة الانفجار حول الكرة الأرضية 3 مرات. واليوم تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية وأكثرها تقدما على كوكب الأرض، كما تمتلك أنظمة الإطلاق الأكثر تقدما على الإطلاق، فيما يقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن لدى روسيا منذ العام 2022 ما يقارب 5977 رأسا نووية مقارنة مع 5428 لدى الولايات المتحدة الأمريكية. في الملف الأوكراني، المسؤول الروسي ريابكوف لوح أيضا بالنووي ضمنا بعدما أعلنت واشنطن دعمها لزيلينسكي بالإغارة على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية. في الغضون نفت الصين اليوم اتهامات وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها تحاول منع دول أخرى من حضور قمة مقررة حول الحرب في أوكرانيا. وكان زيلينسكي الذي يزور مانيلا حيث اجتمع مع نظيره الفلبيني قد صرح أن بكين تعمل جاهدة للحؤول دون مشاركة دول في قمة السلام التي تستضيفها سويسرا بحزيران الحالي، وتأمل كييف أن تساعد هذه القمة في الحصول على دعم دول
دولي واسع لرؤيتها للشروط الضرورية لإنهاء العملية العسكرية الروسية على أراضيها. مشاهدينا الكرام، في الختام أنا وهشام نشكركم ودمتم بخير.